اهلا بيكم في فيديو جديد في سلسله Everything About VMware Sphere 5.5. الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو موضوع بسيط لكن هو مهم ولازم نتعود ان احنا نعتمد عليه الفتره الجايه، لان هو ان كان اختياري حتى الان لكن في الفتره الجايه هيكون اجباري لازم تعتمد عليه. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده اللي هو الفيسفير ويب كلاينت. احنا الفترة اللي فاتت قلنا المسمى ده كتير ووضحنا الوظيفة بتاعته، النهاردة عايزين بقى ناخد الموضوع ده بشكل تفصيلي. هو موضوع بسيط جدا. بوجع عام، ايه فكرة الفيسفير ويب كلاينت؟ احنا السيناريو دايما اللي احنا بنعمله ان احنا عندنا اتنين اس اكس اي، كنا علشان تقدر تكونكت عليهم، ده الاس اكس اي واحد اس اكس اي اتنين، كنا علشان تقدر تكونكت على الاس اكس اي كنا بتسطب على جهاز عندك اللي هو الفيسفير كلاينت وتقدر تكونكت على كل اس اكس اي لوحده. قلنا لو عندك اكتر من اس اكس اي وبدل ما تفتح كل واحد في كونسول، فكنا في الحاله دي بنحتاج ان يكون عندنا اللي هو الفي سنتر نضيف جواه كل الاس اكس اي في الحاله دي من خلال الفيسفير كلاينت. كنت بكونكت على الفي سنتر، من خلال الفي سنتر هو اللي بيبقى منضاف جواه كل الاس اكس اي، اقدر امانجه من نفس الانترفيس. لكن في حاجه ظهرت جديده معانا واللي هي الفي سفير ويب كلاينت. الفي سفير ويب كلاينت هي دي يعتبر تولز بتمكنك ان انت تقدر تكونكت على الفي سنتر ومن خلاله تقدر تكونكت على الاس اكس اي. مبدئيا الفي سفير ويب كلاينت ده كان بدايته فيرجن 5، يعني كان قبل كده فيرجنات 4 كلها 3 الحاجات القديمه دي، لا ما كانش في حاجه اسمها في سفير ويب كلاينت. يعني لو فتحت السورس بتاع في سفير 4 لا ما كنتش هتلاقي موجود خالص في الاوبشن هو في سفير ويب كلاينت. والموضوع بعد كده اتطور في الفيرجنات الاحدث، يعني مثلا فيرجن 5.1 خلاص بقى موجود وحاجه اساسيه، وفيرجن 5.5 بقى موجود اساسي، و غالبية الفيتشر اللي او يمكن كل الفيتشر الجديدة اللي نزلت في الفيم وير في سفير 5.5 كانت نازلة عن طريق الويب كلاينت. يعني غالبية الحاجات الجديدة اللي موجودة في الكورس بتاعنا المرة دي موجودة في، هتلاقيها موجودة في الويب كلاينت مش موجودة في الفي سفير كلاينت، لكن هي حاجات ادفانسد اوي، فعشان كده في ال 5.5 ناس كتير ما اشتغلوش برضو على الويب كلاينت من الناس اللي هي شغالين في ريل انفيرمنت. لكن النقطة المهمة اللي لازم حضراتكم تعرفوها ان بداية من فيرجن 6 لا بقى الويب كلاينت بقى هو الزامي وما عادش في حاجة اسمها فيسفير كلاينت، فعشان كده عايزين نبدأ نتعود نشتغل عليها عشان هيبقى الزامي بعد كده. فبالتالي احنا عندنا دلوقتي من اي جهاز عندنا ايا كان ايه الاوبريتنج سيستم اقدر اكونكت على الفي سنتر، والفي سنتر يقدر يكونكت على هو بطبيعه الحال كل الاس اكس اي انت بتكون ضايفهم قبل كده فتقدر تشوفهم. يبقى الميزه اللي في الويب كلاينت ان هو ما بتحتاجش ان انت تنزل اي برنامج زي الفي سفير كلاينت على الجهاز بتاعك وتكونكت. يعني احنا دلوقتي ممكن لو في عندك مشكله في الفي سفير بتاعك في الهوست بتاعتك مش محتاج ان انت لازم من على الجهاز بتاعك تقدر تنصطب الفي سفير كلاينت، لا انا ممكن من اي جهاز بفتح البراوزر واكتب الاي بي بتاع الفي سنتر بتاعي واكونكت. لكن ده علشان الفي سنتر بتاعك يقدر يفتح لك الويب براوزر وتشوف الهوستس اللي انت بتضيفهم لازم تكون مسطب قبل كده، تكون مسطب اللي هو الفي سفير ويب كلاينت، يعني لازم ده يكون متسطب. واحنا يعتبر في المره اللي فاتت خدنا في الانستليشن الخاص بالفي سنتر كان عندنا موجود اللي هو يعتبر الانستليشن السمبل انستول، وده كان بيسطب على طول كل الكومبوننت الخاصه بالفي سنتر اللي هو الاس اس او والانفنتوري والويب كلاينت و الفي سنتر سيرفر. وقلنا لو هو انت عامل الموضوع بشكل هتعمل كاستم ان انت توزع الرول الخاصه بالفي سنتر سيرفر عندك كنت بتقسمهم الاربعه، فبالتالي المكنه اللي انت مسطب عليها الويب سيرفر هي دي اللي هتكتب الاي بي بتاعها في اي براوزر عندك وتقدر تكونكت بدون اي مشكله. يبقى هي دي كده الفكره البسيطه بتاعتنا. طب احنا المره دي مش هناخد تاني الانستليشن لان هو يعتبر احنا خدناه قبل كده، ف مش هنحتاج ان احنا نسطبه تاني لان احنا عندنا ده الشكل اللي هو بتاع الليف ده هي اللي معانا. لو عامل كاستم انستول في الحاله دي انت هتشوف هتسطب الويب كلاينت ده على انهي سيرفر وانهي اي بي وده اللي هتكونكت عليه. لو عامل سيمبل انستول يبقى هو نفس الاي بي بتاع الفي سنتر اللي معانا. طيب احنا دلوقتي بالفعل يعتبر المره اللي فاتت خلاص مسطبين الفي سنتر معانا على المكنه اللي هي ال 200. احنا هنا مثلا
ده الشكل اللي هو العادي بتاعنا خلاص، فاتحين من الفي سنتر، عملنا كونكت على الاي بي بتاعه، وفي الاثنين الاس اكس اي اللي احنا ضايفينهم بالفعل، ومدينا السمري. لا المره دي بقى انا عايز افتح من البراوزر بتاعي واكونكت على الفي سنتر. الموضوع سهل جدا. علشان تعمله زي ما قلنا خلاص هو مسطب عندك، يفضل ان انت يعني هو جاي ريكومند ان انت تستعمل جوجل كروم او الفايرفوكس، يعني الانترنت اكسبلورر بطيء شويه في الموضوع ده. ايه اللي احنا بقى بنكتبه هنا في البراوزر بتاعنا عشان ندخل؟ كل الموضوع هتكتب اتش تي تي بي اس، الاي بي بتاع الهوست 29443 اللي هو البورت بتاع بيسفير كلاينت، وبعد كده بيسفير داش كلاينت، وتعمل انتر هيبدأ يفتح معايا. احنا لو شفنا كده معانا انستليشن هنا بيقول لك عشان انت اكسسه كل اللي هتعمله بتحتاج انت اتش تي تي بي اس، وبعد كده اللوكال هوست او الاي بي بتاع السيرفر اللي انت مسطب عليه الفي سفير الفي سنتر او الفي سفير ويب، وبعد كده في سفير داش كلاينت هيفتح معاك مفيش اي مشكله. احنا دلوقتي نشوف الجهاز بتاعنا، طبعا لان هو مش تراستد هتعمل كونتينيو اني واي، هيبدا يفتح معاك. يبقى الاي بي 29443 سلاش في سفير داش كلاينت هيفتح معاك. النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده في بخصوص الرامات الخاصه بالفي سنتر، الفي سنتر ممكن يشتغل على الرامات ده بالنسبه لللاب، يعني هو عشان حضرتك بتذاكر الرامات ممكن 2 جيجا هيشتغل معاك لما تكونكت بالفي سفير كلاينت يبقى شغال معاك حلو، لما تكونكت عن طريق الويب لا الموضوع هيبقى بطيء شويه، الويب بيحتاج رامات كتير. فموضوع البطء ده مش هيظهر معاك لما تكون شغال في مكان حقيقي، لان هيبقى حاطط رامات 8 جيجا او اكتر، فيبقى الموضوع ايه هيحمل بسرعه، انما هتبقى موضوع البطء ده هيظهر معاك شويه لما تكون في اللاب بتاعك. فعشان كده احاول تعلي الرامات بتاع الفي سنتر باكبر قدر ممكن. لان عندنا في ناس كتير ما حبوش يشتغلوا على الويب كلاينت فيرجن 5.1 و5.5 بسبب موضوع البطء ده، لان هو لما جه يذاكر لقى الموضوع بطيء جدا، فقال لك لا انا عندي هنا من البي سفير كلاينت الموضوع سريع وبيشتغل على طول، فاعتمدوا على ده. لكن عايزين نطور نفسنا ونعتمد على موضوع الويب شويه، علشان في فيرجن 6 زي ما قلت لحضراتكم الموضوع كله شغال بالويب. هنا بقى الاي بي اللي هنكتبه اليوزر نيم والباسورد. خلاص احنا دلوقتي اكيد فاتحين الفي سفير كلاينت، احنا دلوقتي استعملنا هناك عشان نكونكت على الفي سنتر استعملنا الاي بي اللي هو الادمنستريت ات في سفير دوت لوكال والباسورد بتاعنا، فاحنا هنا نفس العمليه ادمنستريتور ات في سفير دوت لوكال والباسورد. طبعا زي ما قلت لحضراتكم هنا ما ينفعش تكونكت على الاس اكس اي دايركت، الفي سفير كلاينت يكونكت على الاس اكس اي يكونكت على الفي سنتر، انما من الويب لما تستعمل الويب كلاينت لا ما ينفعش تكونكت الا على الفي سنتر بس. يعني لو كتبت في البراوزر الاي بي بتاع الاس اكس اي اللي هو مثلا 101 او 102 لا مش هيشتغل معاك ومش هيفتح مش هيشوفه اصلا. هنا ده الشكل بتاعنا، عايزين ناخد كده اوفر فيو وسامري كده على الموضوع ده. احنا هنا ايه اللي معانا؟ اول حاجه هتلاحظها فوق هنا، لان احنا شغالين بترايل مفيش لايسنس معانا، فخلي بالك ان انت عندك الموضوع هيبقى اكسباير طبعا لما تدخل ديتيلز هيقول لك فاضل لك كام يوم وشويه تفاصيل. هنا بقى القائمه دي فيها المواضيع بتاعتنا كلنا، احنا اهم حاجه عندنا هي التابه اللي هي بتاعت الفي سنتر. هنا لما تفتح الفي سنتر هنا بيديك سامر جميل، يعني حاجه لطيفه ان هو بيقول لك ده الانفنتوري بتاعتك، المكونات بتاعت الاوبجكت اللي عندك، هيقول لك الفي سنتر انت عندك في سنتر واحد. طب هو ممكن يكون عندنا اكتر من في سنتر؟ ايوه، في لما تكون الدنيا عندك كبيره ممكن يبقى عندك اكتر من في سنتر، عشان لو واحد وقع التاني يبقى شغال على طول، الاثنين بيبقوا شغالين مع بعض. ففي الحاله دي ممكن تلاقي هنا اثنين في سنتر وثلاثه واربعه مفيش مشكله، الحاله دي بيبقى لينكد مود الاثنين مربوطين، زي مثلا عندنا في المايكروسوفت كده الدومين يبقى عندنا دومين كنترول وفي اديشنال دومين كنترول، هنا نفس العمليه الفي سنتر موجود في اديشنال منه، فده بيتسمى لينكد مود. فكان في الحاله دي هتلاقي عندك هنا اثنين في سنتر. اوكي الداتا سنتر، الداتا سنتر دي اللي احنا كريتناها من هنا اللي احنا قلنا اللي اسمها ايجيبت، فدي الداتا سنتر. لو احنا مكريتين اكتر من داتا سنتر هتبقى موجود عندك اكتر من داتا سنتر هنا. طبعا الحاجات دي في الواقع العملي اول مره هتفتح الويب كل الارقام دي هتبقى صفر. ليه؟ لان احنا هنا
لما كريتنا الحاجات دي عن طريق الفي سفير كلاينت خلاص هي على طول اوتوماتيك الاثنين بيحسوا ببعض بيابديتوا. فعشان كده هنا شايفين ان في، يعني احنا لو ضغطنا مثلا على الداتا سنتر هيفتح لنا هنا هذا الداتا سنتر اللي اسمها ايجيبت. اوكي طبعا هو لسه هيحمل يجيب الباقي. هنا مثلا عندك الهوستس هيقول لك اه انت عندك اثنين هوستس اللي هو 101 و102 اللي احنا ضايفينهم. اوكي وباقي المواضيع بتاعتك عندك كلاستر، طبعا لسه ما قلناش كلاستر، ريسورس بول، الحاجات دي لسه هناخدها معانا. الداتا ستور دي اللي قلت لك اللي هي الاستورج بتاعتك، طبعا هو شايف في اثنين لان كل اي اس اكس اي عندنا اللي هو 101 و102 كل واحد فيه داتا ستور، فهو شايف ان انت عندك هنا اثنين. كل حاجه طبعا بيجيبها الاجمالي كلاستر النيتورك الحاجات دي طبعا دي كلها هنعملها. هنا المكن الفيرشوال شايف ان في 11 مكن فيرشوال، هو طبعا جايب لك التوتال. احنا بالفعل عندنا هنا يعتبر اول الاس اكس اي فيه 6 مكانات وده فيه 5 في 11 اللي هو العدد اللي احنا شايفينه هنا. يعني احنا نفس الشكل ده الهوستس 2 11 فيرتشوال ماشين 2 داتا ستور واحده النتورك، فهي دي كل الحاجات اللي هي موجوده معانا. فهنا يعتبر سامري عندك، لو عايز بقى تمانج تعمل اي اديت تغير في اي حاجه هنا تقدر تدخل عليها من هنا. هنا نفس العمليه الهوستس والكلاستر والفيم والتمبلت والستورج اللي هي موجوده عندنا هنا لما كنا بنقفل هون كده تلاقي موجوده. هذا الهوستس والكلاستر والفيم والتمبلت والنتورك والداتا ستور والستورج الخاصه بالكلاسترز، كل الدنيا دي موجوده عندنا هنا مفيش اختلاف كبير. هي عباره عن كونسبت واحده والشكل بيختلف بشكل بسيط. يعني حضرتك تبدا تتعامل معاها مره واثنين وثلاثه وتتحرك بينهم الموضوع هيبقى واضح مفيش مشكله. احنا مثلا عندنا هنا دلوقتي عايزين نشوف الهوستس والكلاسترز اللي عندنا. يعني هيجيب لك يقول لك اه انت عندك داتا سنتر اسمها ايجيبت فيها اتنين اي 6 اي اتنين هوست اللي هو 101 و102 اللي احنا عاملينه. لما ممكن كده لما بتقف على الداتا سنتر بتاعتك وتعمل سمري يبدأ يديك شوية سمري عن الهوستس اللي عندك. عندك اتنين هوست وفي 11 فيرشوال ماشين وكم كلاستر وكم كذا وكذا، السي بي يو اللي متاخده، الميموري، البروسيسور، وطبعا هي كل الحاجات دي هيجيبها ايه التوتال. يعني احنا مثلا عندنا هنا الميموري جايب لك 10.5 جيجا، ليه؟ لان احنا مدين هنا الاس اكس اي واحد مديله 6.5 جيجا تقريبا والتاني ده 4، فهنا بيجيب لك الاجمالي. نفس العمليه في الاستورج، نفس العمليه في البروسيسور، ويقول لك اليوزد والفري فيها قد ايه. المونيتور ده لو في اي مشكله عايز تشوف البرفورمانس تاسك الحاجات دي. المانج لو انت عايز تعمل اديت في الشغل بتاعك، تعدل في حاجه، تعمل بيرميشن، حاجات غالبيه الحاجات دي هنشوفها مع الوقت. احنا دلوقتي بقى عايزين نشوف الشكل ده لو وقفنا على الاس اكس اي ده. نفس العمليه السامر هيجيب لك يقول لك الاس اكس اي اللي هو 101 ده ايه الوضع بتاعه، الميموري والبروسيسور والرامات كل الحاجات دي. هنا بقى عايزين نشوف لو انت عايز تكريت مكنه فيرتشوال. كمثال بقى عايزين نبدا الحاجات اللي خدناها هناك نبص عليها هنا نظره سريعه. لو انت وقفت عليها كده رايت كليك هتبدا تقول له، هتلاقي عندنا نيو فيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين بالذات احنا عايزين ناخدها ونشوف الكريشن بتاعها، لان كان في معلومه قلناها لما كريتنا المكنه الفيرتشوال من الفي سفير كلاينت. عايزين نشوف هنا الوضع بتاعها هيبقى ايه، اللي هو الفيرتشوال ماشين فيرجن او الاصدارات الخاصه بالفيرتشوال ماشين. الموضوع ده كان خدناه وقلنا انت عندك هناك في الفي سفير كلاينت في فيرجن لغايه فيرجن 8. هنا قلت لك في حاجه اسمها فيرجن 10 دي مش هتلاقيها في من الويب كلاينت. ايه القصه اصلا بتاع الفيرجن دي؟ نشوفها كده ونفتكر. احنا هنكريت هنا مثلا مكنه نقول له كريت لي في ام. نفس الخطوات هي نفس الفكره بس الشكل مختلف شويه. هنقول له كريت لي مكنه فيرتشوال، اسم المكنه ايه؟ هنسميها مثلا في ام 5 مثلا، في الداتا سنتر اللي اسمها ايجيبت. طبيعي هيشوف بعد كده عايز تعملها في الاس اكس اي الاولاني ولا التاني. احنا طبعا كنا واقفين على الاولاني فهو شافها على طول، طبعا كومباتبل يعني مفيش اي مشكله ان هي تنزل عليها. نيكست اسالنا هنا على حته الاستورج. طبعا لو انت عندك اكتر من ستورج كان يقول لك في عندك ستورج واحد واثنين وكذا، ولو عندك اثنين ستورج يقول لك الاسامي اللي انت ضيفها. بالفعل احنا طبعا ما عندناش الا داتا ستور واحده ستورج واحده، فبالتالي مفيش اختيار. هنا النقطه المهمه اللي كنت بقول عليكم بقى اللي هي الفيرشوال ماشين فيرجن، يعني هنا كومباتيبلتي. ايه القصه بتاعتها؟ ان بيقول لك انت دلوقتي لو انت باي ديفولت 5.5 لو فاتح من الويب هيعمل لك ان هو فيرجن 10. فيرجن 10 ده القصه بتاعته ايه؟ معنى كده ان المكنه دي
ما تشتغلش الا على لو هي فيرجن 10 ما تشتغلش الا على ايه الاس اكس اي 5.5. ليه؟ هي لما بتعملها كده كل الفيتشر الجديده اللي نازله في 5.5 تبقى شغاله عليها. بمعنى اكبر فرق واشهر فرق بيبقى موجود حته ان هو بيسبورت رامات قد ايه، بيسبورت بروسيسور قد ايه، بيسبورت ستورج قد ايه. لو انت عاملها فيرجن 5.5 فاحنا دلوقتي لما في الفيرجن قلنا دلوقتي فيرجن 10 ده اللي يبقى شغال مع 5.5 يعني ياخد ماكسيمم الرامات اللي هي مثلا توصل ل1 تيرا رامات تقرا معاه. فبوجع عام الموضوع ده مش هيعمل معاك مشكله الا لو انت في الداتا سنتر بتاعتك في فيسفير 5.5 5.5 1 و5 و4، فتبقى العمليه عندك لازم تحدد الموضوع ده صح عشان تشتغل. يعني لو انت عندك مثلا في حاجات اللي هي واصله ل4 يعني مثلا 5.1 و5.5 و4 فلا تشتغل مع 4، فهتلاقي مديك اللي هي اقل حاجه 7 بس كده، في بعض الفوتشر انت هتخسرها. فطبعا احنا في حالتنا ده هنعمل 5 وهنشوف ايه اللي هيحصل لما نعملها 5.5، فبالتالي يبقى فيرجن 10. لما نعمل نيكست هيبدا باقي الخطوات مفيش اي مشكله، يقول لك ايه الاوبريتنج سيستم اللي انت عايز تعمله مثلا 2008، يبدأ يسألك بقى على الهاردوير الرامات والبروسيسور والستورج. فمثلا هنا بيقول لك السي بي يو 1 هيديك 4 جيجا. اوكي ماشي. هنا بيديك الماكسيم بتاعك، يوصل الماكسيم بتاعك ل فوق حوالي 1 تيرا، هو مش ظاهر هنا. طيب الفكره بقى ان في الشكل ده والحته دي مهمه. احنا مثلا دلوقتي واحد بروسيسور، لو عايز تعدل وتكبر مفيش مشكله تزود معاك. لو انت عايز تغير اي حاجه ادفانسد شويه لا ممكن، يعني انت مثلا عندك الاستورج هنا 140 جيجا، لو احنا عملنا نيكست هنلاحظ ان هنا ما سالكش هو سيك ولا سن، فبالتالي لا انا عايز اعدله اعمل له سن وسيك. تفتح قائمه هنا هتلاقي لاحظ هنا بقى بدا يديك لك هو باي ديفولت نفس العمليه بيبقى سيك بروفيجن، لا احنا هنعمل نقول له سن اوكي، وتبدا تظبط المساحه زي ما انت عايز. نفس العمليه هنا لو البروسيسور عايز تعدل اي حاجه فيه بشكل ادفانس تفتح القائمه وتبدا تعمل الليميت بتاعه. الكلام ده اللي هنشوفه بعد كده. وهنا دي كل الحاجات تبدا تعدل. عندنا مثلا السيد روم انت عايزه يكونكت على ايه، كلاينت ديفايس ولا تاخد ايزو من الداتا ستور ولا الهوست ديفايس، نفس الحاجات اللي احنا شفناها هناك. فتخيل بقى لحضرتك ان القايمه دي بتتفتح وتعمل معاك توضح معاك بعض الاوبشن الكويسه. اوكي فلو انت عايز تضيف حاجه نيو ديفايس ممكن تعمله من هنا، والاذر ديفايس هنا لو انت عايز تضيف حاجه غير اللي هو الحاجات الديفولت اللي موجوده هنا. نقول له نيكست. خلاص كده هو يعتبر دي كل الحاجات اللي بنحتاجها، ده السامري بتاعها، ونقول له فينش. ليه بقى انا قصدت ان انا كاريت مكنه من الويب مع انه يعتبر ما فيش اختلاف كبير عن ان انت اتكريتها من الفيسفير كلاين؟ ليه؟ لان احنا لو شفنا ادا المكنه اللي هي الفيرتشوال ماشين 5، لو احنا رحنا هنا على الفيسفير كلاينت العادي وفتحنا الداتا ستور هنا على طول في ثانيه على فكره بيحصل سنكونايز بينهم وابديته على طول، انت بتكونكت على نفس الفي سنتر. هنا بقى النقطه اللي انا قلتها لحضراتكم هناك قبل كده واحنا بنكريت مكن فيرجن، قلنا ان لو كريت مكنه من الويب كلاينت واخترته الفيرجن بتاعها فيرجن 10، معنى كده ان لو جينا من الفيسفير كلاينت وعدل في المكنه دي مش هينفع تعدل فيها في السيتنج. هو على طول الرساله واضحه يقول لك لا انت ما تقدرش تعدل هنا لان اي حاجه بدايه من فيرجن 10 ما ينفعش تشتغل عليها من الفيسفير كلاينت. هي بس ما تقدرش تعدل في السيتنج، انما هي المكنه تقدر تعملها باور اون باور اوف والحاجات اللي هي الاساسيه، لكن الجزء ان انت تعدل في السيتنج بتاعها، يعني دلوقتي عايز اغير في الرامات في البروسيسور في الاستورج اضيف اقلل لا. عشان تعمل لو انت مكريتها من الويب وفيرجن 10 لازم اروح هناك على طول، هنا تقدر تعدل. يعني انا اقف عليها اقول له على طول ايديت سيتنج يبدا يعدل معايا مفيش اي مشكله. فبالتالي دي نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها عشان الايرور. هو طبعا الايرور لما يظهر لك وهو واضح، يعني هو بيقول لك المكنة دي أي حاجة فروم فيرجن 10 وراير لازم تتعدل من الويب كلاينت لأن هي متكريتة من الويب، إنما أي مكنة قديمة خلاص تقدر تعدلها من هنا ومن هنا مفيش أي مشكلة. الموضوع إيه؟ عادي. يعني المكن ده كله إحنا كنا مكريتينه من فيسفير كلاينت، لا هنا يتعدل مفيش إيه مشكلة. فبالتالي لازم ناخد بالنا من النقطة الخاصة بال الفيرجن بتاع المكنه الفيرتشوال علشان
تبقى اي ايرور يقابلنا يبقى واضح. يعني ده اللي احنا كنا بنشرحه لما كنا بنكريت الفيرتشوال ماشين، قلنا ان انت عندك فيرجن 7 ده الخاص بالحاجات اللي هي الاس اكس اي 4، 5 كان 8، 5.1 و5.5 كان شغال 9، بس التسعه دي مش هتشتغل الا عن طريق الويب من الفيسفير كلاينت العادي، هيبقى الماكسيموم بتاعك 8. فيرجن 10 ده ما تشتغلش الا من الويب بس، ما تظهرش معانا غير كده. لكن فيرجن 10 يعني فيرجن 9 و10 الاثنين بيتكريتهم من الويب كلاينت، لكن لو المكنه مكريتها من الويب كلاينت وهي فيرجن 9 تقدر تعدلها من الفيسفير كلاينت. هي الموضوع ايه كمعلومه بتحس انها ملخبطه شويه، لكن هو كواقع عملي مش هتحتاج الموضوع ده، لان غالبيه الاماكن كل الاس اكس اي كل نص عندك بيبقى نفس الفيرجن، فهتلاقي نفسك بتدي اللي هو اقصى اصدار عندك، فمش هيحصل مشاكل. اوكي، يبقى دلوقتي شفنا ان احنا نكريت مكان من الويب ازاي. في نقطة مهمة بقى في الويب، ودي يعتبر لما يجي يتكلم لك على الويب كلاينت يقول لك دي فيتشر جديدة في الويب كلاينت، هي مش موجودة في الفيسفير كلاينت العادي. ليه ايه؟ لو انت مثلا بتكريت مكنة فيرتشوال جديدة او بتعمل اي تاسك انت بتعملها وجيت في النص وقفت، لا ده انا في حاجه عايز ايه عايز اتاكد منها بره او في سيتنج معينه او كده، فايه اللي كان يحصل عادي الطبيعي؟ يعني احنا مثلا لو جينا هنا نقول له ادي مثلا بي ام 7 واقول له نيكست، احنا مثلا بعد ما مشينا شويه في الخطوات انا عايز اتاكد كده، ارجع للدوكيومنتيشن بتاعتي اشوف هدي رامات دي بروسيسور دي اي حاجه واقفه معايا، فكان المنطقي ان انا عشان اعملها وممكن الموضوع ده علشان اوصل للاجابه بتاع السؤال بتاعي اكون عايز اعمل تاسكات تانية فمش هعرف اشتغل، فكان الحل ان انا بعمل كانسل على طول. لا، من الويب في حاجه ان انت ممكن بتعمل ايه العمليه دي، عمل طول. لما بتعمل دي زي ما نميز، بس بتتحط فين؟ بتتحط هنا في الجنب، في اي وقت يجي بعدها بقى بعدها بساعه ساعتين يوم اتنين هي موجوده عندك على طول، اقدر افتحها كده وبتقف في الويزرد بتاعي على المكان اللي انا كنت فيه. انما لو حضرتك بتشتغل عن طريق الويب وكنت بتعمل حاجه، فبالتالي انت ممكن تضطر ان انت تكنسلها، مع ان ممكن يكون في نص الكونفجريشن بتاعك وتخسر الوقت اللي انت ضيعته في الموضوع. لا، هنا في الويب لا، الموضوع بيتعمل عندك ان انت تعمل مينمايز وتبقى موجود عندك في الورك ان بروجريس، فبالتالي تقدر ترجع لها في اي وقت ما فيش مشكله، ده موجود عندنا خالص. وركون وقت ما انا خلاص، لا لو انا عايز اكنسلها خالص ودلتها بتدلتها من هنا خلاص مش هتلاقيها تاني. فبالتالي دي حاجه من اللي بيتكلموا فيها، يقول لك فيتشر يعني في من الفيسفير ويب كلاينت. اوكي، يبقى احنا دلوقتي شفنا الموضوع ده. طب احنا دلوقتي عايزين نشوف مثلا لو انت عايز الموضوع يعني بنبدا من الصفر وما عندكش اصلا اي هوستس من ضفة عندك، فكان الموضوع بسيط. يعني احنا مثلا لو فاتح الويب لسه جديد خالص اول مره تفتحه واحنا ما كانش ما استعملناش في سفير كلاينت وضفنا الهوستس بتاعتنا، كان عندك عادي هتلاقي الشكل كده، فهنلاقي عندنا الشكل بالتالي موجود كده، فادا الفي سنتر. اوكي، فهنا الفي سنتر كنت هتلاقيه موجود يبقى زيرو، لا لان احنا ما عندناش حاجه لسه، فكنت هتضطر ان انت بتقف عليه وبتبدا تقول له ادا نيو داتا سنتر او النيو فولدر او كذا اللي انت تنظم الدنيا عندك وتشتغل. فاحنا عندنا مثلا دلوقتي احنا في هوست ثالث موجود معانا عايزين نبدا نضيفه، فاحنا لو جينا مثلا للهوست بتاعتنا احنا عندنا اتنين، احنا عايزين مثلا نضيف واحد ثالث عامل معانا، احنا نلاحظ هنا يقول لك ايه اد هوست، خلاص ممكن تيجي هنا تقول اد هوست، وباقي الخطوات تعتبر هي نفس لو انت بتكريتها من الفيسفير كلاينت العادي، خلاص هو بيقول لك اديني الهوست نيم او النيم بتاعه او الاي بي، احنا مثلا 192 160 1 103 ده واحد تاني، واقول له نيكست. هنا الفكره بقى بيقول لك انت هتحطه في الداتا سنتر، طبعا انت لو عندك اكتر من داتا سنتر مختلف في بيس مختلف تقدر تختار بينها، انا هقول له دلوقتي اعمل في ايجيبت برضه، هيسألك على الاكونت اللي هو الروت والباسورد، الاكونت اللي ليه الاوثنتيكيشن ان هو يقدر يضيف الهوستس. يس، خلاص هو دلوقتي انضاف معانا وقال لك انت عندك 103 وشغال، نيكست. هيسألك في اخر حاجه حته اللايسنس، انت عندك دلوقتي اللايسنس اللي هتشتغل بيها، فاحنا دلوقتي هنقول له اللايسنس بتاعتني ده طبعا متاكتف، ف
اقول له نيكست، انا ممكن احط هنا كايفالويشن، لا انا هكتبه ده غير البوستس اللي عندي، فنعمل نيكست اقول له يس. حته اللي هو الانيبل لوك داون مود وديت قلنا هنشوفها بعد كده وظيفتها ايه، ونيكست هو دلوقتي بيضيفه وهيبدأ يظهر لك المكان. خلاص فينش، هياخد ثواني كده هو هيظهر معانا. هذا 103 هنا هنلاحظ في اليمين دي بيبقى التاسكس الريسنت تاسك اللي بتحصل، هو دلوقتي خلاص في البروجكت بتاعتها وصل 86% بينضاف ثواني وهتلاقيه ظهر معاك خلاص اداه كومبليتد وبقى موجود. في الحاله دي لو رجعنا للفي سنتر المهم بتاعتنا، هذا الهوستز عندك 3 هوست موجودين. لو جينا كده في الهوستز والكلاستر هنشوف المكان الفيرشوال، هذا عندنا 101 وهيلود المكان الفيرشوال اللي تحته 102 103 والدنيا عندك كلها موجوده. فبالتالي تقدر عندك تضيف المكان الفيرشوال نفس الطريقه ما اضيفها بالفيس في الكلاينت، هي ما فيش اختلاف كتير، ما فيش صعوبه كتير علشان تضيفه. طبعا لو رجعنا للفيسفير كلاينت بتاعنا العادي على طول هو الاثنين سنكرونايز الاثنين بين بعض في ثواني، على طول بينضاف الهوستس بينهم وبين بعض. فبالتالي كده اعتبر مفيش اي مشكله في اضافه الهوستس سواء من الفيسفير كلاينت او الويب كلاينت، الاثنين ابسط ما يمكن. دي كانت فكره سريعه عن موضوع الويب كلاينت، هو موضوع بسيط جدا لكن محتاجين زي ما قلت لحضراتكم نركز عليه عشان هيبقى بعد كده الزامي ان احنا نشتغل عليه. شكرا لكم، نشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله.